هذا الاجتماع يعني تم اولا القرار لجمع كل المشاركين في هذا المؤتمر مؤخرا في احوال خطيره جدا للمنطقه ككل، لسوريا، للشعب السوري، وايضا فيما يتعلق بخطه كوفي انان. ففي هذا الوقت افتكر وزير الخارجيه ألان جوبي انه من العاجل ان نجتمع حتى نفكر يعني جميعا حول مستقبل خطه كوفي انان، خاصه وكيفيه الاستمرار في الطريق الى انتقال سياسي حتى يقرر الشعب السوري مستقبله. هذا الاجتماع هو من يعني واحد من نوعه، ولا ياخذ يعني محل الاجتماع لمجموعه الاصدقاء الذي سيتم انعقاده في باريس في وقت لاحق، ولكن كما قلت هذا الاجتماع هو اجتماع عاجل لان الاحوال اليوم خطيره. وجمع وزير الخارجيه ألان جوبي الزملاء من بعض الدول في تركيب يعني جديد لا شبيه له مع دول المنطقة، دول عربية، دول الجوار، منها المملكة العربية السعودية، قطر كرئيس اللجنة المتعلقة بسوريا خاصة، المغرب مثلا كعضو مجلس الأمن يمثل العرب، الدول العربية، تركيا، الولايات المتحدة، بعض الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي مع كاثي أشتون، ودول أخرى مثل كندا مثلا. فهذا الخطة الحمراء الأولى، أن لا ننسى أنه الخطة تشمل كل الأبعاد. في نفس الوقت علينا أن نفتكر في جدول زمني، لا يمكن تنفيذ كل بنود الخطة في نفس الوقت. فالنقطة الأولى تركز على وقف إطلاق النار، خروج قوة الأمن من المدن، خروج المدفعية والأسلحة الثقيلة من المدن، ووقف إطلاق النار الشامل، وقف الإقامة. هذه النقطة الأولى. الخطة الخط الأحمر الثاني يتعلق بمهمة المراقبين. إذا قررنا الاستمرار في تنفيذ خطة كوفي أنان وبعث مهمة يعني كاملة للمراقبين إلى سوريا، علينا أن نؤكد على أن هذه المراقبين سيتمتعوا بكل الوسائل الممكنة لتنفيذ مهمتهم. أولا حرية التنقل في سوريا، حرية التنقل في أمن، وأيضا كل الوسائل اللازمة حتى يعني يراقب المراقبون على كل الأحوال في سوريا. المرحلة المقبلة بعد الاجتماع، هذا تم الاتفاق على هذه النقطة، أن نتوجه إلى نيويورك إلى مجلس الأمن حتى يأخذ مجلس الأمن القرار المناسب فيما يتعلق بتشكيل مهمة مراقبين لها مصداقية، لها كل الوسائل اللازمة التي وصفتها سابقا. لأن القرار ليس عند الاجتماع، عند الوزراء اللي اجتمعوا في باريس، القرار عند مجلس الأمن، وهذا يعني عنصر مهم لتأكيد على مصداقية مجلس الأمن اليوم.